قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام والأباء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني معلمك كلمات. النبي عليه الصلاة والسلام ركب معاه عبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقام قال له: أنا دار أعلمك كلمات. قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث يا أخواننا فيه فوائد عظيمة جدا يستفيد المسلم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فربنا سبحانه وتعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته بالأمة أنه يشق عليه ما يحصل به التعب والعنت للأمة، يعني أي حاجة أن احنا بتورطنا في الدنيا أو في الآخرة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة قال لنا، قال لابن عباس والخطاب للأمة كلها، قال له: احفظ الله يحفظك، يعني انت داير ربنا يحفظك. تحفظ الله معناه شنو؟ أول حاجة الإنسان يصلح العقيدة بتاعته، عقيدته تكون في الله، ما يدعو غير ربنا سبحانه وتعالى، ما يجيب له حجاب ولا حراسة من طلقة ولا من سكين ولا من عكاز ولا من غيره. تحفظ ربنا سبحانه وتعالى، تحافظ على الصلوات الخمسة، تحافظ على الفرائض، تصوم رمضان إلى آخر. قال: احفظ الله يحفظك، بيحفظك، مش انت دار الحفظ؟ ربنا بيحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من بيته، تمارق من البيت من الصباح، فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاثة كلمات يسيرة في الألفاظ عظيمة في المعاني قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما تجي مارق من البيت مش تتذكر الحجاب وين، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جوه 10 أنفار دارين يخشوا الإسلام، بايع 9 واحد ما بايعوا. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا ليه يعني؟ قال: إن عليه تميمة، التميمة اللي هي الحراسة والحجاب والبخارات والحاجات زي دي. قال: فأدخل الرجل يده فقطعها، ليه؟ لأنه داير الدين. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. كلام ده لحق حزب، لحق جماعة، لحق طريقة، لحق كبير، لحق صغير، الكلام ده هو كلام أصدق البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار ربنا يحفظك، أعمل الكلام ده، حافظ على الأذكار بالصباح والمساء، أقرأ آية الكرسي، أقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، لغاية نهاية الصورة، بالصباح والمساء ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك. حافظ على الأذكار اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
في الصباح وفي المساء ربنا بيحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني لما تقع في مصيبة وتضيق عليك الدنيا وانت مطيع لله سبحانه وتعالى، ده من أسباب إنه ربنا يمرقك من الكرب إذا وقعت فوق. ربنا قال في القرآن عن الأنبياء في سورة الأنبياء وزكريا، ده من الأنبياء عليهم السلام، نبي كريم. ربنا قال وزكريا إذ نادى ربه، نادى الله براو، ما نادى مخلوق، ما نادى الأنبياء قباله، لا قال يا نوح تلحقنا، ولا يا إبراهيم عليه السلام تلحقنا، ولا يا إدريس عليه السلام تلحقنا، لا لا. ربنا قال وزكريا إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا أرحم الراحمين يا أخ. ربنا أدى إبليس أسي في شباب يقول لك والله الكلام ده صح، لكن يا أخي نحن ما الحفلات دي كتلنا والبلاوي دي والواطجتنا. ربنا أدى إبليس، أكعب أنت ولا إبليس؟ إبليس الملعون رب قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربنا قال شنو؟ قال فإنك من المنظرين. أداه ولا ما أداه؟ ربنا أدى إبليس، ما يديك أنت كيف؟ وربنا رسل لك الرسالة لجنو عشان يرحمك. ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. عشان كده يا أخواننا الإنسان قلبي مش عديل، قلبي مش لربنا سبحانه وتعالى عديل. ربنا بيحفظه وبيوفقه وبيعينه، ولو وقع في شدة في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيرفع عنه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصى ابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله. يا إخواننا لو كان في زوج صالح بالجد، لو في زوج صالح بالجد ممكن أن احنا ننده في الشديدة، ننده في الشديدة ونكتب اسمه في اللوري بورا ونعلق صورته في الدكان كويس وكذا إلى آخر. لو في زول بجد بيستحق هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد كله النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تدعوني أنا، قال له إذا سألت فاسأل الله. ليه؟ لأنه ربنا عنده الخزائن. المخلوقين زي ما قال الشيخ قبل شوية عندهم بسيط وبنتهي، لكن خزائن ربنا سبحانه وتعالى، خزائن ربنا ملانة. ربنا سبحانه وتعالى العلماء قالوا يدعو أهل الأرض كلهم والمخلوقات كلهم. ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن شنو؟ لا تفقهون تسبيحه. الله بيدعو الصينيين، انت بتدعو هنا زول بيدعوه داير تجارته تنجح، واحد داير ولده ينجح، واحد داير ربنا يشفي له والدته، واحد داير ربنا يحجج السنة الجاية، واحد داير ربنا سبحانه وتعالى ينجيه، واحد داير ربنا سبحانه وتعالى يسدد له ديونه. كلهم بيسألوا الله وكلهم الله بيديهم. المخلوق الليلة بتاع الدكان لو جو خمسة نفر في وقت واحد، واحد قال له داير بن، واحد قال له داير سكر، واحد قال له داير لي دواء بن، كلهم خمسة نفر في وقت واحد بيقول لهم انتم مجانين ولا شنو؟ انا عندي كمضان، انا ما بسمعك، اصبر اول داد دي الاول بعد داك ده بعد داك بعد داك ده. ليه؟ لانه مخلوق ضعيف. أما ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. داير أي حاجة الخزائن وين؟ عند الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شنو يا أخوانا؟ كن فيكون. طيب أنا أسأل ربنا سبحانه وتعالى هل عنده أي حاجة ولا أمشي ليلة مخلوق حتى لو كان صالح؟ مخلوق مات وأنا دفنته ومركت منه ملابسه اللي كان لابسه قبل ما يموت، مركتها منه كلها عريان زي ما الله خلقه كويس، وقلبته بيجاي وقلبته بيجاي وغسلته وبعد ذاك ريحته وشلته فوق خطيته في الكفن ثلاثة لفات وربطته من كرعينه من راسه وشلناه في العنقريب والبرش وديناه والمغابر برا وحفرنا له مطمورة وبعد ذاك في المطمورة جوا ودلحت بعد ذاك دقينا له الطوب بعد ما دخلنا فيه ودلحت ودفنا الطوب دفنا المطمورة بالتراب وخدتنا الشواهد. ده كده تاني بيمرق بيقدر يديك؟ طيب زول بعد ما شاف الموضوع ده يقول لي يا شيخي تلحقني. شوف الكلام ده كيف
يا أخي زي ما قالوا بعض الشباب، قال لك ده لو جون سينا من القبر ما بيمرق، والله ما يقدر يمرق. تجي تدعو لك زول ميت منتهي، انت قلبته ومرقته ملابسه جد مرقتها منه، باقي لك لو فيه مروه وساي ولا بقية روح، مش كان قام فوق قال لك هذول الدنيا جلابتي؟ صح ولا ما صح؟ ولذلك يا اخواننا ان احنا دعوتنا للناس، نحن دارين نربط الناس بربنا سبحانه وتعالى. واي زول يقول لك غير ربنا سبحانه وتعالى بديك حاجه، والله يكذب عليك. ربنا قال في سوره الرعد، القران ما قاعد، والزول ما بيتبع القران يوم القيامه بيتورط. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران في سوره الرعد: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا زي زول الواقف في رأس البير ودائر الموية تخش له في خشمه، وهو مادي يدينه للموية تحت في قعر البير، بيقول لا يا موية تعالي، لا رمى له جركانة لا رمى أي حاجة عشان يرفع الموية. انت لو شفت زول زي ده بتقول شنو؟ بتقول زول ده فاطي سطر صح؟ ربنا قال لك ده مش هو مجنون وما عنده عقل، ده ممكن يشرب في النهاية، حتى لو واحد دفر جوا ممكن يشرب في النهاية ويشرب ما يروى. لكن الزول البنادي غير ربنا ما عنده حاجة. ربنا قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. المشكلة يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام الجاي حاربة إنه الزول يسوي له بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى واسطة، واسطة يعني يقول لك والله أنا عندي معاصي وكذا، والله عنده أولياء أنا دايرهم يقربوني لله. كلام ده زمان قالوا المشركين، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في بدر وفي أحد وفي غيره. طيب أديك قصة تفهمك الحاصل، ذكرها العلماء ابن كثير رحمه الله، ذكر القصة دي. قال في واحد اسمه عكرمة ابن أبي جهل، وهذا صار من أفاضل الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. أبوه أبو جهل فرعون الأمة، هو صحابي لكن أبوه أبو جهل فرعون الأمة. حصل شنو؟ الصحابي ده قبل ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فتح مكة، قال معه مجموعة من المشركين لو لقيتوهم معلقين في أستار الكعبة اقتلوهم، ومكة عندها حرمة حتى عند العرب زمان. لما سمع الكلام ده قام ركب البحر عشان يهرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لما ركب البحر وربنا داير به والخير، قام جاب الريح لعبت بالسفينه، لعبت داره تغرق. طبعا في الشده دي اسي انت لو راكب لك عربيه والعربيه قاعد تتلولح، بتعرف الزول اللي بيمسك في الله من الزول اللي ماسك له في مخلوق. ها في الشده هناك عكرمه بقى ينادي في جماعته يا اللات ويا العزة. وطبعا اللات ده قال لك راجل صالح كان بيأكل الناس مش كسرة مرة، ده كان بيأكل ناس كسرة عجيبة فيها سمين وزبيب بيأكلها للحجاج. لما مات قاموا قالوا يا سلام الزول ده كان بيأكلنا الكسرة، عملوا له صنم. لأنه زمان أبو جهل ما عنده موبايل جالكسي عشان يصور الشيخ بتاعه، ما كان عنده قنبلة. في زمان أبو جهل في قنبلة ولا في جالكسي؟ كان عندهم بس الحجر. الحجر ده عبارة عن شنو؟ عبارة عن الصورة اللي بيعلقوها في الدكان عشان تجيب الرزق وفي الحفلة إلى آخر. المهم بقى ينادي جماعته المشركين ذاتهم الكاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوا ينادوا في الله براه يا الله. واحد من المشركين قال لي عكرمة، قال له ها هنا لا ينجي إلا الله، زي ما بنقول نحن بالبلدي، قال له في المحلة دي الأولياء بتاعنك ما بينفع، هناك الأولياء بتعنك برا لما تكون المرأة تمام تلاجة ملانة وكذا نادي الفقراء حقينك، لكن جوا هنا غير الله ما في واحد بيمرقك، ما تغوش رقبتك. قام معايا كذا قال له أنجاني في الشدة، ربنا يمرقني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء، لئن أخرجني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. مرق أسلم وبقى من الصحابة. شو الزول ده فاهم كيف؟ رضي الله عنه وأرضاه. عشان كذا أخواننا نحن دارين الناس تكون عقيدتها في ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي راجل يعرس، راجل يعرس عريس جديد، يقول لك أول حاجة عشان عرسنا ده يبقى تمام نودي المرأة للفكي بركة. يا زول أنت جادي ولا في كلام ما ياهو؟ كيف الكلام ده؟ شوف
انت راجل مرتك دي ما يشوفها الا ابوك، فهمت؟ ولا جدك ولا اخواتك وكده، ما بشوفها زول، ما تخلي اي زول يشوفها. والا بجد ديوث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة ابدا نهائي، منهم منو؟ قال والديوث. قالوا الديوث ده منو؟ قال الذي يرى المنكر في اهله ويرضى به، او كما قال عليه الصلاة والسلام. يا اخت شوف راجل خاش لاهلك لاختك لامك لبيتك لمرتك وتسكت؟ عشان كده اخواننا الدين ما فيه مجاملة، ربنا قال كده نتبع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده بنتبع. اذا عملنا كده بيحصل شنو؟ ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك يا اخواننا نحن رسالتنا للناس هي ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما دعا اليه القران. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونحن ما دارين جزاء من الناس، والله دارين لهم الخير، لأن يا أخواننا الإنسان إذا مات مشرك بالله سبحانه وتعالى وصلى وحج وزكى وصام وتصدق وصل الأرحام وعمل الخير وبنى المساجد لكن وقع في الشرك، ربنا عمله ده كله بيمسحه له وبيحبط له وبيفسد له. ربنا قال ولقد أوحي إليك أشرف البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ودي رسالتنا للناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.